1770 تاريخ ميلاد نجاة بالقاسم بمنطقة بن شيقر نواحي الناظور، لتهاجر أسرتها بعد ذلك إلى فرنسا حيث عاشت ودرست. الوزيرة الفرنسية المغربية الأصل حصلت على دبلوم للعلوم السياسية بجامعة باريس سنة 2000. سنتين بعد ذلك ستلتحق بالحزب الاشتراكي الفرنسي، وسنة 2005 أصبحت مستشارة عن نفس الحزب، حيث شغلت منصب النائبة السادسة لعمدة مدينة ليون الفرنسية مكلفة بالأنشطة الشبابية والجمعوية. خلال ترشح الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال سنة 2007 للرئاسيات، أشرفت نجاة بالقاسم على حملتها الانتخابية. نجاة التي ظلت مرتبطة ببلدها الأصلي المغرب هي اليوم وزيرة لحقوق المرأة ناطقة باسم الحكومة الفرنسية ضمن التشكيلة الحكومية التي عينها الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند.